بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على فيفا داي طبعا كل نادي يمكن او كل مدرب يعيد حساباته يشوف الفريق شنو ناقصه. نعم هناك ضرر على الفرق بالإيقاف، ولكن هذا لمصلحة الكويت لمصلحة المنتخب. إن شاء الله مباراتنا مع التضامن نؤدي المطلوب من عندنا، نطلع في صورة أفضل من السابق بإذن الله. الفريق إن شاء الله الحين جاهز، فريق التضامن فريق نحترمه، فريق ممكن قاعد يقدم مستوى طيب، ولكن إن شاء الله نادي الكويت قادر أنه يفوز بالمباراة ونقدم مستوى طيب إن شاء الله ونفرح جماهير نادي الكويت. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على تواجدكم وحضوركم دائما في التمرين. للأمانة احنا رجعنا الحين بعد الإيقاف الدولي، عندنا مباراة مهمة جدا في الدوري أمام نادي التضامن، أكيد يعني مباراة كبيرة جدا أمام نادي متطور نادي التضامن. للأمانة احنا نطمح أن نحقق الفوز في كل المباريات، الدوري جدا صعب هذه السنة، لكن احنا كفريق الحمد لله جاهزين من يعني فنيا بدنيا الحمد لله رب العالمين. اخوان اللاعبين الكل جاهز الحمد لله بعد رجوع اخوان اللاعبين بعد مباراة تركمستان، وبإذن الله إن شاء الله نطلع بنتيجة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما كل عارف ردي من فترة توقف اللي هي فترة الفيفا داي، ومقبلين على جولة مهمة بالدوري إن شاء الله يوم السبت ضد نادي التضامن. نطمح بعدها الإيقاف نظهر بمستوى ونتيجة وناخذ 3 نقاط إن شاء الله.